انا ماني مرشح انا اذكى بكثير من اني اعمل هيك. الحاله الوحيده يلي ممكن اتفق فيها مع المعارضه على مرشح وروح عليه من طرف واحد هو اذا هذا المرشح من ضمن التكتل. ان في معارضه ضمن التكتل بانه ما يترشح اسم غير الوزير باسيل هو او غيره. لا اكيد الموضوع ما انه محصور فيه. ما عندي شيء اسمه غرام وانتقام، كثير متوازن بعلاقتي مع الكل. ليه؟ انا ضد فكره اوعى خيك مع القوات وبعد شوي نرجع نفتح كل ملفات الماضي. ضد غرام مع حزب الله، شوي انتقام مع حزب الله. كنعان الذي أكد أنه سيتابع مع البنك الدولي والحكومة ومجلس النواب ما تم تفعيله في الزيارة من تمويل مشاريع تصل إلى مليار دولار. فحبيت طبعاً أدي واجب المعايدة وأخذ بركته، وبذات الوقت نحطه بجو الزيارة اللي كنت قمت فيها، اللقاءات اللي صارت مع الإدارة الأمريكية. عندما ذهبنا إلى سوريا ما حدا دعونا. أنا اتصلت شخصيا بالزميل الوزير فيصل مقداد واتفقنا على الوقت ورحت. عم بحكي أنا ماني مرشح لرئاسة الجمهورية ولا أنت ترشح ما تقول ولا، ما في شيء اسمه ولا. طيب